كذا. ولذلك قال ربنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة لطبيعة الحذاء الذي ترتديه المرأة كعب عالي فربما يتطلب منها هذه المشية. جميل. وهذا الكعب يؤثر على الأعصاب وعلى العضلات وعلى ساقيها وتهرم سريعا. عجيب. سبحان الله. كلما صنعنا ما ينافي الفطرة وما يبتعد بنا عن طبيعة جداتنا وأجدادنا يعني كنا في علامة الأمن لتتبعن سنن من كان قبلكم. صحيح. شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب ودخلتموهما هذه مصيبة. سبحان الله. فمائلات مميلات لغيرهن. يعني هي أصلا تسير مائلة. نعم تتمايل هكذا. تمام. حتى يميل إليهن غيرهن من الرجال وتميل بعض من النساء إلى تقليدهن. مش في يا سلام. جميل. هذا المراد بقول مميلات. مميلات للرجل وللمرأة. لأن تجعل المرأة أن تقلدها. لأن البنت لما تجد نجمة الإغراء والفنانة فلانة والممثلة فلانة والمغنية تلبس كذا فهي تقلدها. تميل غيرها. يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني ليست المصيبة عندي. لا. وأنا المصيبة عند يعني أرأيت ما إيه الذي ينهى. عبدا إذا صلى. يا أخي أنت لا تصلي. طب لا تنهى عبدا إذا صلى. صحيح. فهو هي مائلات مميلات. الشعورهن كأسلمة البخت. أو رؤوسهن. رؤوسهن. نعم. رؤوسهن كأسلمة البخت. زي عارف سلام الجمل. سبحان الله. البخت هي البعران. سبحان الله. الجمال. الجمال. جمع بعير. جمع بعير. بعران. مش اللي تأبط الشر قال هذا الكلام. نعم صحيح. قال. ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. نعم. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيق. المهم. فأسلمة البخت. رؤوسهن كأسلمة البخت. اعملوا بقى السنام بتاع الجمل. الله يرضى عليك. تقعد يعني تعملها فورمه وتعملها مش عارف تشكيله الشعر. تشكيله الشعر. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام شعورهن كأسلمة البخت وكأنه ينظر إليه بلحظ الغيب. طبعا صلى الله عليه وسلم شعورهن كأسلمة البخت. لا يدخلن الجنه